من دير البلح وسط قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا محمود عليان، نطلع على تفاصيل الميدانية معك محمود، تفضل. نعم كارولينا، حصيلة مرتفعة في ثالث أيام العيد في مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت أحد المنازل في المخيم، أدى ذلك إلى مقتل 8 من الفلسطينيين، ثم أتبعت هذه الغارة بأخرى استهدفت أحد المخازن الذي يقطن بداخله نازحون فلسطينيون من مدينة غزة من عائلة المدفون، وقتل 5 في هذه الغارة، وكذلك هناك كانت بعض الإصابات وعدد أيضا من الضحايا في منطقة مخيم البريج الذي تعرض إلى غارة مشابهة في نفس التوقيت تقريبا. لكن الملاحظ أيضا بأن هناك تركيز عملياتي للجيش الإسرائيلي على الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات الجديد، وكذلك في ضواحيه منطقة المغراقة والزهراء التي تشهد عمليا نصف عدد كبير من المنازل هناك، وتقدم للدبابات الإسرائيلية في بعض هذه المحاور القريبة من خط نتسريم الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي. لكن أيضا هناك عمليات إغارة حصلت على مناطق أخرى في محافظات قطاع غزة. في شرق خان يونس قتل 2 من الفلسطينيين في منطقة القرارة نتيجة غارة إسرائيلية، وهذا كان قد سبقه أيضا مقتل 8 من الفلسطينيين ممن يقومون بتأمين شاحنات التجار التي تدخل من معبر كرم أبو سالم. الجيش الإسرائيلي سمح بدخول بعض الشاحنات التجارية التي يتم استيراد بضائعها من داخل إسرائيل أو من بلدان أخرى لكن تمر عبر معبر كرم أبو سالم، ولكن واقع الحال يقول بأن الهدنة التكتيكية التي تم الإعلان عنها ربما الجيش هو نفسه من خرقها أيضا، لأنه استهدف هذه القوافل على شارع صلاح الدين الذي حدده كمسار، واستهدفها بالتوقيت الزمني الذي حدده أيضا الجيش. وهذه القافلات ليست من ضمن المساعدات التي تدخل إلى القطاع، لكن الجيش يحاول أن يدخلها إلى قطاع غزة ضمن هذا السياق، ولكن الواقع الاقتصادي ربما صعب على الفلسطينيين أن يذهبوا باتجاه شراء هذه الحاجيات القليلة التي تدخل إلى القطاع. العمليات في رفح ما زالت مستمرة مع عمليات القصف هذه. يقول الجيش الإسرائيلي إنه الآن يركز عملياته في منطقتين، تل السلطان غربا ومنطقة الشابورة وسط المدينة، لكن حتى اللحظة ليس هناك جزم أو تأكيد إسرائيلي بأنه تم القضاء على كتائب حماس، بل إن الناطق باسم الجيش يقول بأن كتيبتين من أصل 4 ألحقت بها أضرار كبيرة وأنها تأثرت من هذه العمليات، لكن لم يشر بصراحة أنه تم القضاء عليهم، بل قال أيضا إن مسؤول هذه أو هذا اللواء في رفح نجا من أكثر من محاولة اغتيال. لكن الأخطر في هذا الموضوع كارولينا هو أن الجيش يقول بأن حماس نجحت في نقل الأسرى من مدينة رفح إلى مناطق أخرى، وأن الجيش الآن لا يعثر على أي من الرهائن الإسرائيليين. هذا قد يفهم بأن الجيش ربما ينقل المعركة إلى محافظة أخرى، وهذه هي عملية ديمومة الحرب التي يسعى إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كما تقول أوساط كثيرة في إسرائيل وأوساط فلسطينية أيضا. من دير البلح وسط قطاع غزة محمود عليان، شكرا جزيلا.